دائما بندعو جميع المشاهدين اللي حابين يحضروا الافلام يفوتوا على موقع استكان، وهو الموقع الاول للافلام العربيه والمستقله. وزي ما عم بتشوفوا على الشاشه عم بظهر قدامكم كيو ار كود، وكل اللي عليكم تعملوه انكم تصوروا من خلال موبايلاتكم ورح ينقلكم فورا لموقع استكان لحتى تشاهدوا الافلام وتستمتعوا فيها. رح نبدأ حديثنا اليوم عن فيلم إطار الليل. القصة بتبدأ في تتبع البطل لقصص متشابكة لثلاث شهود في عالم دمروا العنف. بيمثل فيلم المخرجة المغربية العراقية تالا حديد مزيج مؤثر من أحلام اليقظة والكوابيس. بنطلق الكاتب زكريا في رحلة للبحث عن أخيه المفقود على أمل إنقاذه من قبضة الحركة الجهادية والتصالح مع نفسه لغض الطرف عن التعذيب اللي بتعرض له أخوه على يد الشرطة السرية المغربية. وبتفل اليتيمة عائشة اللي بيعت إلى مجرم تافه من قبضة أسرية وآسرية وبتفر، وطبعا حبيبة زكريا اللي تركها وراءه إلى إنجاب طفل. تتقاطع مسارات حياة هاي الشخصيات مما يمنحهم مهلة للراحة قبل أن يمضي كل في حال سبيله. بصفائه وتبصره وقدرته على إثارة القلق يظهر فيلم إطار الليل حكمة كبيرة في تأمله لمفهوم المسؤولية وإعادة الأمور إلى نصابها. وفيما ينفرط العقد الاجتماعي تخفف أعمال ملئها من الإثارة والقساوة العمياء دون أن تضمن هذه الأعمال الخلاص لأصحابها. ومع ذلك في تصوير حديد لطبيعة الطفولة والمقدسة والبهجة يسطع أمل ما في الأفق. والصغيرة عائشة جسورة وحرة وبتطلع بتفاؤل لا يتزعزع إلى عالم أفضل من الذي تعرفه. طبعا هذا العمل هو من بطولة خالد عبد الله، ماري كروز، فدوى بوجان، وحسين شوتري، ومجدولين الإدريسي، وزهرة هندي، وإخراج تالا حديد. كتن يا مركز جزتكي اليوم صغرين وغارس مزمنة قلتي وين حس الثمن خوك عرفتو كي جيت من الجزائر للمغرب. خوك كان صاحبي كمارات إنسان شريف جو داو هذي سنين ديتو بظهرك لإسطنبول انت ممشي للحدود مع العراق. يعني بصعوبة شوية، بصعوبة سيطرات اللي طريق بتقريبا انفجارات هيجي. عائشة نعم، شاهدنا مع بعض إذن هذا العرض الترويجي، وهلا رح نتحدث أيضا عن فيلم سيد المجهول. سيد المجهول بتم القبض فيه على لص بعد سرقته للكثير من المال ودفنه في منطقة صحراوية بعيدة داخل قبر، ولكن حينما يخرج من السجن ويذهب لاسترداد المال بيكتشف أنه القبر تحول إلى ضريح مشهور. هذا العمل هو بطولة يونس بواب، صالح بن صالح، وأنس الباز، وحسن بديدة، والفيلم من إخراج علاء الدين الجم. وأيضا بيسلط هذا الفيلم بشكل ضاحك الضوء على سلطان الخرافات وكيف تؤثر في معتقدات الناس وتدفعهم للقيام بأي شيء. شارك هذا الفيلم في قسم أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي ولاقى استحسان النقاد. هذا الفيلم أيضا لقى استقبال لدى شرائح الشباب بسبب اعتماده في مشاهد كبيرة وكثيرة على الكوميديا، فيما رأى بعض مهنيي السينما المغربية أن قصته مستنسخة من قصة الفيلم المغربي الزفت الذي صدر سنة 1984 ومن إخراج الطيب الصديقي.
وايضا رح نتحدث عن الفيلم الكوميدي المصري الرجل الرابع، واللي بتدور احداث هذا الفيلم في اطار كوميدي حول السينما السائده في الوقت الحالي في مصر من خلال احد كبار المنتجين الدخلاء على المهنه، واللي بيقوم بانتاج فيلم تجاري بحت في فترة قصيرة. هذا الفيلم عم بنعرض الآن على منصة فيلمستان، واسمه الرجل الرابع في جميع أيضا دور العرض في الأردن. والجدير بالذكر أنه هالفيلم هو من توزيع إن ستارز والشبكة العربية للإعلام، ومن إخراج محمود كامل. أما الممثلين اللي شاركوا بهذا العمل فهم حمدي وعمر عبد الجليل وأوس أوس، نانسي صلاح، فرح يوسف، وهم اللي شاركوا في هذا العمل. انا اسمي صباح، عايش في بيت هادي جدا. ايه يا بسكتك حرامي؟ اشتغل ايه؟ اشتغل مخرج، بس مخرج افلام ايه؟ موسم تزاوج الصرصور مع زهرة السرخس رابع مره اكشن. واخيرا جالي حلم عمري. ده فيلم مهم جدا، انتاج ضخم، فيلم غنائي استعراضي تاريخي كوميدي، بص هيوديك في 60 دقيقه. فيلم مع واحد من اهم المنتجين. اعتبر نفسك عربيه مخيشه وانا بجددها. اديني بقى فرصه اردك على البارد. الف مبروك يا صلاح، الف مبروك. انت اللي هتصور. انا اللي هصور. ايوه يا عادل. انا اللي هصور. انت بتاع. انا اللي هصور. ربنا رزقنا مع ممثلين قمة البروفيشنال. الأستاذ محمود العزاوي، أنا مش مصدق نفسي. بالزاوي. لا لا بلاش الألفاظ دي عشان الفيلم هيروح السعودية. إحنا هنشتغل ولا مش هنشتغل؟ هنشتغل يا شحري، هنشتغل. فيلم ناجح إن شاء الله. أنا لابس جلابية عرباوي على بنط دكتور على صناعة أطفال. أنا مين فيهم؟ أهلاً يا حاج. إيه ده؟ لا إله إلا الله. معدود من التوريشة ولا إيه؟ أه. أنت بتثق فيا؟ لا. قصدي يعني إن مفيش غيرك قدامي. يو تيك مي واي. عامل إيه يا ميسو؟ ميسو إيه؟ أنا ميدو. نعم، وفي إطار حديثنا عن الأفلام اللي عم تنعرض في السينما الرينبو تحديدا، رح يتم عرض فيلم بنات عبد الرحمن يوم غد الجمعة 11/11 الساعة 7 مساء. نعم، هاي كانت جولتنا على آخر الأفلام الموجودة على موقع استكانة، واللي دائما منذكركم بأنه الكيو آر كود الموجود أسفل الشاشة من خلاله بتقدروا إنكم تدخلوا مباشرة على استكانة. كيفك أنت والأفلام؟ قلتي بتحبي تحضري. بحب أحضر. كنا عم نتحدث عن نوعية الأفلام، يمكن حكيت على الهواء أكثر مرة، بحب الرومانس كوميدي، يعني لا جعبالي أخاف ولا جعبالي أكتئب الدراما الكتيرة، فالواحد هي فرصة إنه يعني يغير جو، أو اللي ترو ستوري بس برضو ما تكون يعني قصة حقيقية بس ما تكون يعني مؤلمة ولا رعب.